التانية بقى اللي احنا بننهي عنها اللي هي مسابقات القمار. يقول لك قل لي اول صورة تبدأ بحرف الياء واول حرف فيها يوسف واول حرف فيها يوسف. فالناس تبعت وتقول لهم صورة يوسف. واخد بالك؟ فلما يبعت بالتليفونات قم هو ياخد على كل تليفون جنيه ونص. طب ده بيحصل يا مولانا؟ ما هو بيحصل. الاشتراك في هذا حرام. طب الاشتراك في هذا اللي هو الحرام ده شوف شوف الفرق بين ان شركة بتعلن بتقول اللي هلاقي عنده 15 مثلا حاجة كده بتاع ده كيس ابعت كوبون ولا 15 كوبون انا مثلا هطلعه الحج. ده اعلان ده جزء من الاعلانات. انما تصل اكتر فرصك في الفوز تكتر وحاجات كده. اهو كده تصل اكتر تكسب اكتر ولا باكتر ولا ولا ما اكترش. الطريقة دي حرام. بقول له من الاول ما تشتركش فيها. بقول له من الاول ما تضيعش فلوسك عليها لان دي خربت بيوت ناس. يفضل يضرب 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 وتيجي الفاتورة في الاخر 20,000 و30,000 ولا طلع حج ولا طلع عمره ولا هيطلع ولا خد سيارة ولا خد ذهب ولا هياخد. واخد بال حضرتك ازاي؟ فده اللي حرمته الفتاوي كلها. انه ده تلاعب وانه ده كذا وكذا.